التقى وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، وأثنى شكري على مستوى التعاون الثنائي القائم في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تفعيل آلية التشاور السياسي بين خارجيتي البلدين لمراجعة مختلف جوانب العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا محل الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي لا سيما من خلال زيادة استثمارات للوكسمبورغ في ظل الفرص الواعدة بالسوق المصرية.